السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال الشوق في قلوبكم؟ هذه دورة المشتاقين لرمضان، نهيئ بها القلوب ونهيئ بها الأحوال لكي نشتاق لرمضان. قلت في البداية أنه كثيرا ما يمر معنا رجب وشعبان فيفران، ينفلتان من بين أيدينا، فإذا بنا نحن في رمضان، ويضيع رمضان في زمن التأهيل والاستعداد، أو يضيع نصفه أو أكثر أو أقل. فلذلك أردنا أن نبدأ مبكرا، أن نبدأ من أول شعبان دورة المشتاقين لرمضان، أن نبدأ، أن تكون هذه البداية للتدريب على الأشواق الرمضانية. وأول الأشواق الشوق للشوق. أخي، هل اشتقت أن تشتاق؟ وحشك أنك تشتاق لربنا؟ قال الملك جل جلاله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال عبد الله بن مسعود: لم يكن بين أن أسلمنا ونزول هذه الآية إلا 4 سنين، فاستبطأهم الله. أخي، من أديه ما اشتقتش؟ أنا عايز أقول لك، آخر مرة حسيت إنك مشتاق تنظر إلى وجه الله الكريم، فغلبك الشوق فبكيت وفاضت عيناك شوقا إلى مولاك. آخر مرة حصل الكلام ده معك كان إمتى؟ كانت إمتى آخر مرة؟ مش فاكر. طب أنت مش مشتاق إنك تشتاق بقى؟ قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: ابكي على وقت كان قد صفى، وعلى قلب
صار كالصفا، وعلى زمان تبدل فيه الوصل بالجفا، وعلى ربع خلا من اليقظة وعفا. رؤي سمنون يوما على شاطئ دجلة وبيده قضيب عصايا يضرب به فخزة حتى تبدد، وهو يقول: قد كان لي قلب أعيش به، ثم ضاع مني في تقلبه. ربي فاردده علي، فقد أعياني في تطلبه. اسمع أشواق راقية، اسمع أين قلبك. ورد في الإسرائيليات أن الله أوحى إلى داود، تعال أشوقك، أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، لو يعلم المدبرون عني انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى أن يتركوا معاصيهم لماتوا شوقا إلي، ولتقطعت أوصالهم في محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف ودي للمقبلين علي؟ اشتاق بقى.